الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وهل الرسول هو النبي؟ فقل بها خلف تقرر عند أهل السنة، والحق فيه بأن من جاء بعثه لموافقين له بشرع ديانة فهو النبي، وإن أتى لمخالف فهو الرسول، وتلك فوق نبوتي. نعم، هذه مسألة تكلم فيها أهل السنة والأمر فيها واضح. هل الرسول هو النبي؟ فمنهم من قال الرسول هو النبي، ومنهم من أثبت الاختلاف بينهما. والقول الصحيح أن الرسول والنبي كلفظ الإسلام والإيمان يجتمعان إذا افترقا ويفترقان إذا اجتمعا. فإذا قيل النبي وحده دخل معه الرسول تبعا، وإذا قيل الرسول وحده دخل معه النبي تبعا. ولكن إذا قيل نبي ورسول فلا جرم أن بينهما اختلافا. ودليل هذا قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا دل ذلك على أن الرسول شيء والنبي شيء، لأن الواو تقتضي المغايرة. فإذا الرسول غير النبي. طيب، إذا كان القول الصحيح هو أن الرسول ليس هو النبي، فإذا ما الفرقان بين النبي والرسول؟ الجواب: ذكر أهل العلم في ذلك جملا من الأقوال، أصحها ما ذكره الناظم وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له في الديانة كآدم عليه الصلاة والسلام، فإنه نبي وليس برسول. لماذا؟ لأنه بعث إلى بنيه وبنوه مؤمنون. فإذا بعث النبي إلى قوم موافقين له بالديانة فهو نبي. وكأنبياء بني إسرائيل الذي كانت تسوس بني وكأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فهي تسوس أناسا فيهم إيمان وتوحيد وإسلام. وأما إذا بعث النبي إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد فهو رسول، كنوح رسول، وإبراهيم رسول، وعيسى وموسى رسولان، ويوسف رسول. فإذا بعث الإنسان إلى قوم موافقين فنبي، وإذا بعث إلى قوم مخالفين فرسول. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. ولذلك هل آدم نبي أو رسول؟ نبي، ونوح رسول. فإذا يصح لنا أن نقول إن نوحا أول الرسل، أليس كذلك؟ فلا يشكل علينا إن آدم نبي مكلم. لماذا؟ لأننا نريد معرفة الأولية المقيدة بالرسالة، وليست الأولية المقيدة بالنبوة. فإذا أول الأنبياء من؟ آدم، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. هذا أصح الأقوال، وهو الذي اعتمده المصنف عندكم هنا. نعم، كيف؟ مهم لازم. عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بشريعة موسى، هذا رسول وهذا رسول، فهو بعث مجددا لشريعة موسى. الفرق في قضية القوم الذين بعث إليهم، إن كانوا موافقين وإن كانوا مخالفين فرسول. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. وأما من قال بأن النبي من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإذا ما فائدة بعثته إذا كان بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ بل إن هذا من الأشياء التي تقدح في النبي، أن يكون الشريعة عنده ولا يؤمر بتبليغها، أو يكون تبليغها أمرا اختياريا، إن شاء بلغ وإن شاء لم يبلغ. أين الأدلة الآمرة بالتعليم وعدم الكتم، تحريم؟ إذا كان أحد العلماء لو كتموا شيئا ولم يبلغوه لأثموا وعوقبوا، فكيف بالنبي يبعث بشريعة كاملة فيها الهدى والنور والقوم يتخبطون في الشبهات والشهوات ويقال لم يؤمر بتبليغه؟ فهذا فرقان ليس بصحيح، مع أنه الفرقان الذي تعلمناه في صغرنا، ولا لا؟ ومنهم من قال بأن النبي هو من بعث بلا كتاب، وأن الرسول من بعث ومعه كتاب، يعني كل نبي نزل عليه كتاب فرسول، وأما إذا لم ينزل عليه كتاب فنبي. ولكن هذا ليس بصحيح أيضا، لأن هناك من الطوائف من وصفوا بأنهم رسل ولا نعلم أن لهم كتبا.
ولذلك أصح الأقوال في هذا إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية في هذه الجزئية، وهو أن النبي هو من بعث بشرع، النبي من بعث إلى قوم موافقين له، وأما الرسول فهو من بعث إلى قوم مخالفين.